بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره رب الناس ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على النعمة المهداة، على النعمة المهداة والرحمة المزداة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، طبيب الأسقام وإمام الأنبياء الأعلام ومسك الختام وماحي الظلام وحبيب الملك العلام عليه الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم آمين آمين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلام الطيب، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا توفيق الصائبين. اللهم انفعنا بالقرآن والذكر الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث موصولا في موضوع أهمية اللسان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا: من يضمن لي ما بين لحيي، ما بين الفكين وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. اللي يضبط لسانه، اللي يمسك اللسان بتاعه، النبي عليه الصلاة والسلام يضمن له الجنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين، بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فالناس المؤمنة، الناس الملتزمة اللي بتحب ربنا وبتحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنطق بكلمة إلا حتى توزنها الأول، الكلام ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا. انتشرت بعض الجمل على ألسنة الكثير، في أمثال كتيرة قوي بتتقال، منها أمثال يعني تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفي أمثال لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو بيعلمنا إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فاستشهد بمثل. يعني النبي برضو في بعض الحاجات استشهد بأمثال، بيقول إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ويجيب لنا مثال على كده، يقول بقى: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ده مثل، اللي هو واحد راكب الفرس بتاعه وعمال يضرب في الفرس عشان الفرس يجري بسرعة، قام جه الفرس، يا حضرات أعزكم الله، قام الكربس واقع، قامت رجله مكسورة. فالنبي بيقول: لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. زي الشباب اللي بيجري بسرعات جنونية وفائقة، لا قدر الله تلاقي البعض بيعمل حوادث، نقول له: لا، انت رحت مشوارك ولا ظهرا أبقى، ولا العربية بتاعتك تنتها سليمة، فيبقى الدنيا بهدوء. الأمثال اللي بيتداولها الناس، مش عيب ان احنا نستشهد في بعض احاديثنا بأمثال جميلة قوي، بس مهم جدا ان الأمثال دي تتوافق مع الشرع. انما الأمثال اللي تصطدم مع الشرع نقول لا، الأقوال دي لازم نصلحها. وانا ماشي مع حضراتكم في سلسلة تصحيح كثير من الأقوال اللي انتشرت على ألسنة الناس، اللي منها هنصححه النهاردة ان شاء الله، هنحطه على الميزان نوزنه كده، ولو لقناه ما ينفعش خلاص هنبدله القول ده. اللي هو الناس بتقول ايه بقى؟ تلاقي مثل انتشر على ألسنة البعض يقول لك: بص يا مولانا، اللي يعوز البيت او اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع. نقول له: ازاي يعني؟ يعني ما انفقش؟ ما تصدقش؟ ما انفقش على المسجد؟ يعني انا محتاج حاجة مثلا والمسجد محتاج حاجة، طب مش هو القرآن علمنا الإيثار؟ القرآن علمنا الإنفاق، القرآن علمنا السخاء، القرآن علمنا الجود، القرآن علمنا الإحسان. يعني إيه؟
يعني جاءت الينا شربة ماء انا واخويا، ها اعمل ايه؟ اشرب انا الاول ولا اديله هو يشرب الاول؟ يلا احكموا انتوا حضراتكم. الايثار لا، ويؤثرون على انفسهم، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى المثل اللي يحث الناس على البخل او على الشح نقول لهم لا، ازاي؟ ده الاسلام علمنا السخاء. ده انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن امتدحهم، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المؤمن يعلم أن من أهم الأدوار اللي بيؤديها في الحياة عمارة المسجد، إنك تعمر بيت الله. إزاي؟ إن أنا أبنيه، أيوة أبنيه. إن أنا أفرشه، أفرشه. إن أنا أحط فيه إضاءة، أحط فيه إضاءة. إن أنا أروح أصلي فيه، طبعا أصلي فيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الأقصى، المسجد الأقصى أولى القبلتين، يعني أول ما الصلاة فرضت علينا نحن المسلمين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون قبلته لبيت المقدس المسجد الأقصى، وهو كان في مكة، فكان يصلي ما بين الركن اليماني وما بين ركن الحجر الأسود عند الكعبة، في ركنين، واحد اسمه اليماني واحد اسمه ركن الحجر الأسود. فلما كان يقف يصلي تبقى الكعبة أمامه وبيت المقدس كمان أمامه، ما كانش عنده مشكلة. فده المسجد الأقصى أولى القبلتين. وثاني المسجدين، إيه ثاني المسجدين ده؟ لأنه أول بيت وضع للناس اللي هو المسجد الحرام، الكعبة المشرفة، وتاني مسجد كان المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى يعني عظيم في نفوس المسلمين، نحن نعظم المسجد الأقصى، هذا مسجد مبارك، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ربنا قال كده. فالصحابة سألوا النبي عن المسجد الأقصى، إيه دورنا تجاه المسجد الأقصى يا رسول الله؟ فقال إيتوه فصلوا فيه، روحوا صلوا فيه، صلي في المسجد الأقصى. الصلاة في المسجد الأقصى بـ500 صلاة، في 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 مساجد تانية طبعا غير المسجد الحرام والمسجد النبوي. فالمسجد الحرام الصلاة فيه بـ100,000، والمسجد النبوي الصلاة فيه بـ1,000، والمسجد الأقصى الصلاة فيه بـ500. فالنبي قال إيتوه فصلوا فيه. طيب لو ما قدرناش، لو حيل بيننا وبين الأقصى، ها الأمر مش متاح، قال فابعثوا بزيت يسرج في قناديله، عمروه، عمروا المسجد. فيبقى ده المسجد الأقصى بصفة خاصة، وبقية المساجد ما نعمرهاش، كل أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحسن نقط في الكرة الأرضية المساجد، أحب البلاد إلى الله مساجدها. وفي سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع، ده المكان اللي فيه مسجد ده بإذن ربنا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى المسلم متربي على الكرم، على الجود، على السخاء، مش على البخل، مش على الشح. مش اللي يعوزوا بيتك، طب واللي يعوزوا بيت يحرم على الجامع ليه؟ طب ما البيت نديله حاجة والجامع برضه نديله حاجة، ما نمشي أمورنا. اللي ليا اللي معايا خليه معايا، طب وأخويا؟ طب ما هو يعني طعام الواحد كافي الاثنين. شوف النبي يقول لك إيه عليه الصلاة والسلام، يعني أنا ما قدمش إلا الأكل بتاعي، فطاري أنا، وواحد تاني ما أكلش. النبي يقول لك طعام الواحد كافي الاثنين، هاتوا ياكل معاك، هاتوا ياكل معاك، والاثنين يكفوا أربعة، وهكذا. فما ينفعش إن احنا نطلع أمثال تدعو إلى الشح وتدعو إلى البخل. والقرآن يعلمنا الكرم، ويعلمنا الجود، ويعلمنا السخاء. خلونا نستسمع حضراتكم، نطلع لفاصل سريع ثم نعود إليكم بمشيئة الله بعد ذلك الفاصل. ابقوا معنا، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. مشاهدين الكرام، أهلا بحضراتكم مجددا. يبقى احنا بنربي ولادنا وبربي نفسي على انه المسلم معطاء، اليد العليا خير من اليد السفلى، لان المسلم كريم، لان المسلم سخي. مش بنطلع امثال انه انا ومن بعد الطوفان، لا لا، خلي اللي معاك معاك وما تديش لحد حاجة، ما انت محتاجه حتى لو انا محتاجه. هو ما ينفعش اشارك حد معايا؟ ما هو الانصار عملوا كده. ده النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، والحديث ده في البخاري على فكرة، النبي قاعد مرة في المسجد فجاله ضيف، النبي جاله ضيف، فأرسل أحد الصحابة رضوان الله عليهم راح لأم المؤمنين قل لها تعمل حسابها في الأكل، عندنا ضيف النهاردة، شوف عندنا إيه في البيت. فالرجل راح لأم المؤمنين، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لحضرتك انه هو عنده ضيف النهاردة، يا ترى في اكل ايه في البيت؟ قالت له روح قول للنبي والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق، ما عندنا الا ماء، والله ما في بيتنا الا المية. هنأكل الضيف مية؟ فراح قال له ده بتقول ما فيش الا مية، قال له روح البيت اللي بعده. فراح البيت اللي بعده، النبي كان عنده 9 زوجات في وقت واحد. فراح البيت، قالت له والذي بعثك بالحق ما عندنا الا ماء. طب البيت اللي بعده، والذي بعثك بالحق ما عندنا الا ماء. النبي عليه الصلاه والسلام ما فيش بيت من بيوته ولا بيت فيه حتى كسره خبز، عارف، نص رغيف، ما فيش يعني، طب شويه تمر حتى، لا لا فيش، ما فيش الا ميه اليوم ده، ما فيش الا ميه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعمل ايه وهو جاي له ضيف؟ يعمل ايه في الضيف بتاعه ده؟ فقال ايها الناس، من منكم يستضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ده ضيفي انا النهاردة، من يضيف ضيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال رجل من الانصار، انا يا رسول الله. طب مش الرجل يعرف هو عنده ايه الاول، ولا يسأل مراته، ولا يشوف الامور مهيئه ولا لا؟ على طول. ناس اتربوا على الكرم، عشان لما تيجي حضرتك واحنا في موسم الدراسه ده تنزلي ابنك في المدرسه، قولي له خد يا حبيبي سندوتشات، ايوا يا عياد ما تاكلش سندوتشاتك، ايوا يا عياد اصحابك ياكلوها مين؟ هو ده اللي احنا بنربي ولادنا عليه، بدل ما اقول له خد يا حبيبي ولو اكل صاحبك معاك، طب خد الشوكولاته دي وزميلك اللي قاعد معاك في على الديسك المنضدة بتاعتك، مش بدل ما اربيه على الكرم يعني. انت العيال بيستخيبوك كده، ويعني بياكلوا اكلك وتديهم اكلك. فصاحبنا الرجل الانصاري الكريم الجميل قال للنبي عليه الصلاة والسلام انا استضيفه يا رسول الله، وخده وروح بيه البيت وبيزف البشرى لزوجته، الحمد لله باركلنا، ده احنا النهارده جاي لنا ضيف النبي عليه الصلاه والسلام. عارف يقول لك احنا زرنا النبي؟ ولا ده انا جايب ضيف النبي عليه الصلاه والسلام، عايزين، ده مش ضيف عادي، ده ضيف رسول الله. يا ترى عندنا ايه بقى النهارده في البيت؟ قالت له والله ما عندنا الا ما يكفي اولادنا، والله على القد، ده اللي ياكل للعيال. قال لها ايه؟ خلاص اللي يعزوا العيال يحرم على اللي جاي من بره، يلا يا عم امشي امشي يا عم اطلع بره. ولا يعمل ايه الراجل ده؟ ولا يبقى راجل عنده ايثار، ها، ويؤثرون على انفسهم، يفضل الغير على نفسه هو. احنا الاسلام يعلمنا كده، ولازم تربي ولادك على كده، لازم تربي ولادك على كده. لا يا حبيبي، اخوك ده يعني المفروض تفضله على نفسك، المفروض مش انا، لا دي انا اخد اللون ده، لا انا اخد اللعبه دي، لا، لازم اربي ولادي على هذا الخلق العظيم اللي عند المؤمنين، اللي كان عند الانصار رضوان الله عليهم.
فالراجل قال لمراته ايه؟ ما عندنا الا ما يكفي اولادنا. قالت له اه. قال لها طب عادي، بصي جهزي الاكل وانيميهم، نيم العيال بكره يفطروا، بلاها عشاء النهارده يعني، بكره يفطروا، ايه المشكله يعني؟ انيميهم، وبعدين اول ما تيجي تحط الاكل حط الاكل كده عشان ناكل، ما هو مش هيسيب الضيف ياكل وهو يقعد يتفرج عليه، وفي نفس الوقت مش عايز يخلص الاكل، عايز يخلي الضيف هو اللي ياكل، والاكل ما يكفيش. فقال لها بصي هاتي بس حط، اما جهاز الاكل نحطه كده، وبعدين هنتظاهر ان احنا بنصلح المصباح، بصلح اللمبه وايه ونطفيها، يعني هناكل في الضلمه يعني عشان الضيف هو اللي ياكل، وانا حتى كمان ما اكلش معاه وكاني باكل معه. يا سبحان الله، البيت كله ينام من غير اكل عشان يكرموا الضيف بتاعهم ده، عشان الكرم. وسبحان الله، الراجل اكرم ضيف رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلما اصبح الصباح وراح يصلي الفجر، سيدنا النبي قبله يا حضرات، والنبي قبله متعجب عليه الصلاه والسلام، قال يا اخي يا اخي لقد تعجب الله من صنعك. فنزل قوله تعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. اي انتوا عارفين خصاصه حضراتكم؟ يعني عارفين الخص؟ يعني ولو كان قاعد في خص. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يبقى يا حضرات اللي عايز يبقى من المفلحين يربي نفسه على السخاء والجود والايثار والكرم، ما يجيش يقول بقى اللي يعز بيتك يحرم على الجامع، وكل واحد يبقى عنده شح، كل واحد يبقى عنده بخل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الكرماء. تعالوا نشوف أسئلة حضراتكم اللي هي يعني محل احترام وتقدير وأهتم بيها، يعني أهتم بيها جدا أسئلة حضراتكم. حد بيسأل: أنا أخذت مبلغ من جماعة أقاربي من وراهم لأني محتاجة، دي واحدة، لأني محتاجة جدا وأنا بخدمهم طول عمري، بس أنا ندمت وعايز أتوب وأكفر عن ذنبي، وأنا ظروفي صعبة جدا حتى الأكل مش موجود، أعمل إيه؟ أرجوك أكفر عن ذنبي إزاي؟ يا ستي جزاك الله خيرا لتوبتك، واضح يعني ما شاء الله توبتك صادقة، وإلا ما كنتش كلفت نفسك ومسكت الموبايل وقعدت تكتبي الرسالة عشان تبعتيها، وانت كما ذكرت في الرسالة ان انت في ضيق من العيش. السؤال ده له عدة جوانب، بجد له عدة جوانب. الجانب الاول، انا هبدأ من الاخر الاول، انها مش لاقية تاكل لحد دلوقتي. تخيلوا احنا في مجتمع بعد 14 قرن من الزمان يغرس فينا النبي عليه الصلاة والسلام واحنا بنقول الكرم والجود والعطاء والسخاء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وإنه الأفواه الجائعة أولى بالصدقة من بيت الله الحرام. تخيل لحد النهاردة لسه في ناس مش لاقية تاكل، دي كارثة والله، دي عيبة في حقنا، دي عيبة لما ناس تشكو. يعني هي مش بتقول ده أنا عايزة أجدد البيت بتاعي، ولا عايزة أنتقل من بيت من عشة لشقة بالسقف ومسقوفة وفيها إنارة، ده ما بتقولش الكلام ده، ده بتقول مش لاقي تاكل. يعني لحد النهاردة احنا عندنا خلل في هذا الأمر. يا أخي الكريم، يعني ده الإسلام علمنا: وفي كل كبد رطبة أجر. يعني أي حاجة فيها حياة ده انت لما تأكلها تاخد أجر، تاخد أجر على كده. الأفواه الجائعة أولى بالصدقة من بيت الله الحرام. احنا فين من المنظومة دي؟ لحد النهاردة الناس لسه مش لاقية تاكل، وفي ناس بتروح لدكاترة عشان تربط معدتها. ليه؟ عشان تخس. يعني في ناس بتربط معدتها من الشبع، وفي ناس مش لاقية. لا، دي دي دي, دي عيبة يا جماعة والله. يعني فين دي؟ فين الحي اللي هي ساكنة فيه؟ فين الناس؟ مش عارفينها؟ فين الجيران؟ ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. فدي أول جزئية في السؤال. الجزئية الثانية إنها تابت توبة نصوحة لله تبارك وتعالى، لكن الناس لها حق عندها. هي أخذت من الناس دي فلوس 100 200 500 1000، أيا ما كان رقم، خدت رقم من الناس. طيب، من شروط التوبة
رد المظالم، ان انا لو خدت من حضرتك لا سمح الله يعني 10 جنيه ارجعها لك، لو خدت منك 100 جنيه ارجعها لك. طب هي لا تستطيع انها ترد هذا المبلغ اللي اخذته، بتعمل ايه؟ ده اللي نعرفه بمشيئة الله بعد ذلك الفاصل. ابقوا معنا، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم مجددا. قبل الفاصل جاء سؤال، واحده تابت الى الله توبه نصوحا، ولا كانت اخذت فلوس من ناس قرايبها، وهي عايزه ترد الفلوس بس معهاش، ده هي حالتها ضنك. فالجزئيه الاولى اللي اتكلمنا فيها انه ما ينفعش نغمض عينينا عن الناس. ما ينفعش حضرتك تبقى ماشي وبتشوف ناس قاعده في عشش وناس تعبانه وكأنك مش واخد بالك. ما ينفعش حد جاي ناحيتك فتقوم تديله جنب كده وتمشي تدبر عنه، ما ينفعش. ده القرآن يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الأكل والشرب، نحن نأكل الناس، فدي أمر لازم كل يوم كده كل شوية نحدث أنفسنا بهذا الأمر، إنه خلق الله لهم مسؤولية في رقبتنا، وإنه ما جاع فقير إلا بتقصير غني. الفقير ده جاع إزاي؟ لأنه في غني قصر، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن بخل وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. فهو من رحمة الله، من حكمة الله انه ابتلى ناس بالمال، انه اعطاهم المال، وابتلى ناس بفقد المال. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، ده ابتلاءه. واما اذا ما ابتلاه النوع الثاني فقدر عليه رزق، قدر يعني ضيق عليه رزق. ليه؟ نشوف اللي ضيق عليه الرزق ده هيصبر ولا لا. طب واللي ربنا اعطاه المال هيشكر ولا لا، وهيدي الفقير ولا لا. ابتلاء، والدنيا كلها دار ابتلاءات. فيبقى لازم كل شوية احدث نفسي ان انا لازم اخد بالي من الفقراء. جميل. الجزئية التانية بقى، انا حتوب الى الله توبة نصوحا. اول حاجة عملت ايه؟ اقلعت عن الذنب. ايدي كانت بتتمد على فلوس الناس، لا بقاش تتمد خلاص. 2، ندمت على الفعل. انا عمال اوبخ نفسي واقول انا غلطان، يا رب سامحني انا غلطت. 3، العزم على الا اعود الى ذلك مره اخرى، عمري ما هعمل كده تاني، عمري ما همد ايدي على فلوس حد. 4، الفلوس اللي خدتها رجع معيش. طب هعمل ايه؟ شوفوا يا حضرات، اول امر ان انا في دعائي بدعي لاصحاب الحقوق علي. اول امر، اللهم اغفر لي ولوالدي ولاصحاب الحقوق علي، اللي له حق عندي، بدعي لهم دايما. طيب الأمر الثاني، من أخذ أموال الناس يريد أداءها، النبي علمنا كده، أدى الله عنه. خلي نيتك في منتهى الصدق، والله يا رب بس تمن عليه بقرشين بس. أول حاجة قبل ما أوضب البيت اللي أنا قاعد فيه، أو قبل ما أجيب لنفسي هدمة جديدة، هرد للناس حقوقها. انوي ده، ان تصدق الله يصدق. اللي اخذ من واحد 10 جنيه وهو عايز يتوب، عايز يسدها عشان يبقى خلاص ما حدش له حاجه عنده بس معهوش، انوي ان اما ربنا يمن عليك انك تسدها، ربنا هيعطيك. النبي علمنا كده، من اخذ اموال الناس يريد اداءها، انا خلاص انا تبت وعايز اردها، ادى الله عنها. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله. فيبقى أنت يا أخت السائلة انوي وعقدي النية وكوني صادقة في هذا الأمر، أنه أول ما ربنا يمن عليك بالمال أنك هترجعي ما أخذتيه لأصحابه. طب هرجعه إزاي بقى؟ ده المؤمن كيس فطن. بأي أسلوب من الأساليب، بأي حيلة من الحيل،
وتلاقي واحد يقول لي مش هعرف ارجعه. يعني مش هتعرف ترجعه؟ لا، هو انا لو عايز ادي اي واحد فلوس باي طريقه كانت، ما انا هعرف اديها له. طب قول لي ازاي يعني؟ ما ده بيتوقف. هو ده صاحب؟ لا، ده قريب. طب انا بدخل بيته باستمرار، طب اديله الامر ده في مال لاولاده باي وسيله من الوسائل. طب هو بيعمل حاجه اروح احط له فيها فلوس، اي وسيله من الوسائل، اي طريقه من الطرق. المهم نرد المظالم لاصحابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التوابين اللي هم كثير التوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.